الواحدة صباحا 11 بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مما يعزز التحسن المتواصل في المؤشرات الاقتصادية والمالية، وخاصة معدلات التشغيل وفرص العمل، وخفض عجز الموازنة. وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير المالية ونائب وزير المالية للسياسات المالية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عرض مؤشرات الأداء المالي للسنة المالية المنتهية 2018-2019 ومستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2019-2020. أعلنت الداخلية التونسية تصفية إرهابي مطلوبا لدى الجهات الأمنية بعد محاصرته بحي الانطلاقة بالعاصمة. يأتي هذا فيما ذكرت وكالة الأنباء التونسية أن انتحاريا قام بتفجير نفسه على مستوى مفترق طرق يربط بين حي الانطلاقة وحي التضامن من ولاية أريانا دون وقوع ضحايا. طالبت الإمارات كافة الفرقاء الليبيين بعدم التصعيد العسكري والعودة إلى العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة، ونفت إدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية الإماراتية ملكيتها للأسلحة التي عثر عليها في ليبيا، مشيرة إلى أن التزام أبو ظبي كامل بقراري مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات وحظر السلاح في ليبيا. أعلنت الوساطة الأفريقية في السودان عن قرب الوصول لاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير حول إدارة المرحلة الانتقالية بالبلاد. وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة السودانية الخرطوم، حث الوسيط الأفريقي الطرفين على التوافق حول حكومة انتقالية من الكفاءات مع استمرار مناقشة القضايا الأخرى، فيما أكد المبعوث الإثيوبي إلى السودان أن هناك تقاربا بين الطرفين فيما يتعلق بعدد من النقاط، ويظل الخلاف والتباين حول المجلس السيادي. أعلنت وسائل إعلام جزائرية أن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح سيعلن في الساعات القادمة عن مبادرة سياسية جديدة لتنظيم الانتخابات الرئاسية بعد تأجيلها لمرتين. وحسب ما أفادت وسائل الإعلام الجزائرية، ستشمل مبادرة تدابير جديدة لإطلاق الحوار الشامل من أجل تنظيم الرئاسيات، فضلا عن تقييم شامل للأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، تحسبا لإعادة إطلاق المسار الانتخابي الذي تأجل لمرتين. اتفق القادة الأوروبيون على الشخصيات الأساسية لقيادة الاتحاد الأوروبي، وأعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في مؤتمر صحفي عقب القمة الأوروبية ببروكسل أن وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أورسولا فون دير لين ستتولى رئاسة المفوضية الأوروبية، فيما ستتولى المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي الفرنسية كريستين لاغارد رئاسة البنك المركزي الأوروبي، ويتولى رئيس الوزراء البلجيكي تشارل ميشيل رئاسة المجلس الأوروبي، بينما يتولى الوزير الأسباني الاشتراكي جوزيب بورلين منصب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي. انتهى الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.